رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ماهينور أوزيديمير التي سلمت أوراق اعتمادها بصفتها سفيرة لجمهورية تركيا لدى الجزائر. اللقاء جرى بحضور كل من مدير ديوان رئاسة الجمهورية نور الدين عيادي ووزير شؤون الخارجية صبري مقدوم. بالنسبة لي هو شرف كبير أن أقدم أوراق اعتمادي كسفيرة لجمهورية تركيا لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وباسم الأخوة والعلاقات التاريخية التي تربط بلدينا. أعتقد أنه من المهم جدا تقوية العلاقات التي تربط بلدينا.